ثواني دلوقتي هنشوف شات مع شخصيه من الشخصيات. ده موقع اسمه كاركتر دوت اي اي، بيخلينا نعمل شات مع شخصيه بنحبها سواء شخصيه حقيقيه او كرتونيه. فهنشوف محمد الفاتح. طيب نبدا اول حاجه نقول له ما سبب تسميتك بمحمد الفاتح؟ طلع فتح اكبر فاتح. مزرعه. محمد الفاتح ده قائد اسلامي كبير. قائد اسلامي؟ اه. ليه سمي محمد الفاتح؟ لان في مدينه اسمها قسطنطينيه هو اللي فتحها، ودي كانت مدينه مهمه جدا في شرق اوروبا، واعتبر ده كده يعني كان ضربة قوية لأوروبا. كيف فتحتها؟ في فيلم عن محمد الفاتح ممكن نبقى نتفرج عليه، فيلم كرتون. الاختراعات اللي استخدمها عشان يقدر ان هو يدخل المدينة ديت. فنتمنى يبقى في شات كده مع صلاح الدين الايوبي وقطز، هيبقى درس قوي في التاريخ. طيب تعالى نشوف يوليوس قيصر كان موجود هنا. يوليوس قيصر ثاني. يوليوس قيصر هوت. يوليوس قيصر طبعا هو كان ديكتاتور كبير، كان ساعتها لفظ ديكتاتور ده حاجه قويه. ما هي أهم أعمالك؟ بيقول أهم أعماله إن في كتاب عن حروب الغال وكده. طيب هل زرت مصر؟ هو من روما يا معلم. هو طبعا زار مصر ومن أهم الولايات اللي تابعة لروما لأنها بلد غنية. ما هي علاقتك ببروتس؟ حتى انت يا بروتس. فبروتس هو كان صديق لي، ووالده كان صديق لوالده، وحاربوا مع بعض في حروب كتيرة، وكان جريمة خيانته هو ده اللي قضى عليه لما بروتس ضربه، فقال حتى انت يا بروتس، لان هو كان بيعتبره زي ابن ليه.